ان احنا دي مش اول مره ان احنا نعمل تمرين لشركه سويدي. انا متحمس جدا فعلا ان احنا نعمل مساعده للمجتمع. الصناعه والاقتصاد عمرهم ما هيقفوا على رجليهم من غير ما يكون عندك تعليم قوي وبحث علمي قوي. مفيش تنميه من غير كوادر بشريه، والكوادر البشريه هي اهم حاجه، لان احنا احد اهدافنا ان حاجه اسمها الاكسسبيليتي، الاتاحه، اتاحه التكنولوجي، اتاحه التعليم، اتاحه كل الفرص. Very happy to have a competent partner in this case because he's very experienced in doing teacher training and doing the pedagogical things. اشكر الجامعه الالمانيه تعاونها مع مؤسسه السويدي في برامج مفيده وجميله زي كده. متاكد ان انتوا كلكم هتبنوا بلاء حسن، وهبقى فخور بيكم ان انتوا خدتوا حاجه من الجي يو سي.